بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل في الفرج. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يعيشون في هذه الدنيا ولا برنامج لهم، يعيشون مع مهب الريح، إذا صار في وضع إيجابي دفعته الرياح إلى جانب الخير جرى، وإلا ذهب إلى جانب الشر. وقسم من الناس يبرمجون حياتهم، الذين يبرمجون حياتهم على قسمين: قسم يبرمج يقظته وما دام يقظ يعمل ما يعمل، ولكن الشريعة المقدسة الجامعة فكرت في ثلث أعمارنا الضائعة تقريبا الثلث، ألا وهو النوم. الإنسان عندما ينام ينقطع عمله كالميت، بل هو الميت، النوم أخو الموت. بعض الناس لا يبرمج نومه، ما هي آداب النوم الشرعي؟ أولا هناك آداب باطنية وهناك آداب ظاهرية. أولا المؤمن لا ينام من دون حاجة. بعض الناس في الليل يذهب للفراش وهو لا يعيش حالة النعاس، يتقلب يمينا شمالا، أفكار سوداوية، أفكار باطلة، أفكار شهوية. نحن مأمورون لا ننام إلا عند الحاجة، ولهذا ورد في الخبر: السهر ألذ للمنام. يعني إذا الإنسان نام من بعد سهر بمعنى أنه كان بحاجة إلى النوم، هذا نوم لذيذ، هذا أولا. وثانيا ما ضر الإنسان أن يحول نومه فراشه إلى مسجد، ممكن يتحول الفراش إلى مسجد. نعم بعض الناس فراشه محل معصية، ولكن هنيئا للمؤمن من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. الآن كمسجده أي كبيت الله، فراشه كالمسجد، أو لا، بات وفراشه كمحل سجوده، وعبارة أخرى أنه في حال عبادة. إنسان يتوضأ ثم ينام 8 ساعات بعض الحالات، هذه 8 ساعات وهو في حال عبادة. البعض قد يستغرب، لماذا تستغرب على كرم تستغرب من كرم الله عز وجل؟ في المقام اتفاقا هناك مقولة جميلة، يقول الذي يشك في الثوابات الكبيرة، عمل بسيط ثوابه عظيم، يقول الذي يشك في الثواب العظيم يشك في أحد أمرين وكلاهما مشكل: إما أن يشك في كرم الله عز وجل، أو يشك في قدرة الله عز وجل. إذا هو كريم وقادر، ما الذي يمنعه من العطاء؟ إذن الذي يستغرب من هذا الثواب نذكره بثواب الصيام. كلكم تعرفون نوم الصائم ماذا؟ عبادة. أنفاسه ماذا؟ تسبيح. ما الذي جعل النفس في شهر رمضان عبادة؟ كون الإنسان في ضيافة الله عز وجل. الذي ينام متطهرا هو في ضيافة الله سبحانه وتعالى. بل هناك رواية أعلى من ذلك: من نام على الوضوء إن أدركه الموت في ليله فهو عند الله شهيد.
الآن طبعا ليس بالمعنى الشهيد الكامل الذي يقتل في ميدان القتال، هناك عدة روايات تصف الإنسان بأنه شهيد كالغريق مثلا، المرأة التي تموت في حال الولادة، هؤلاء لهم بعض مزايا الشهداء وهو على كل عظيم. أنا سمعت بعض المؤمنين وأعرف بعضهم من كبار علمائنا كان يتمنى الموت في النوم، لأن الإنسان إذا نام ومات في نومه لا يعيش السكرات وأذى الموت، هو نام وذهب إلى ربه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اتفاقا هذه الآية لها تتمة، هذه التتمة مهمة، يقول فيمسك التي قضى عليها الموت، بعض العلماء ماتوا في نومهم، يقول ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أنت عندما تستيقظ كأنك بعثت من جديد، الآية تقول ويرسل الأخرى، كأنه هذه الروح كانت محبوسة في عالم النوم، الأرواح تقبض، كأن هذه الروح رجعت إليك ثانية. ولهذا المؤمن يقول ماذا يقول عندما يستيقظ؟ الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده، الحمد لله الذي رد علي روحي. نعم، موقف من المواقف. على كل، هذه بعض الآداب أو الأدب المهم للنوم. الآن كمية النوم، ومع الأسف بعض الناس نومه زيادة عن المتعارف، أو في بعض فصول السنة أيام العمل نومه قليل، مثلا في أيام حيث لا عمل يستغرق النهار والليل في النوم الكثير. تكفي هذه الرواية رواية مخيفة، إن الله، الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، إن الله يبغض العبد النوام الفارغ، كثير النوم وهو فارغ، هذا مبغوض عند الله عز وجل، رواية مخيفة في هذا المجال. هناك من الآداب، وصلنا إلى أواخر الحديث، من الأمور المناسبة قبل النوم المحاسبة والمراقبة. يقول إذا أويت إلى فراشك فانظر ما كسبت في يومك واذكر أنك ميت. محاسبة النفس قبل النوم أمر جدا لازم. إنسان قصر في النهار، قبل النوم تذكر، فإذا استيقظ وذهب للعمل يعوض ما وقع فيه من ماذا؟ من الأذى للغير. من أكثر المنام رأى الأحلام. الآن طبعا الكلام عن الأحلام كثير، القاعدة العامة أن المؤمن لا يعول على المنام، هذه قاعدة. البعض يقول رأيت كذا عالم جليل أو رأيت الإمام. هناك بحث عند علمائنا، من رأى المعصوم في المنام هل يمكن القاطع أنه هو المعصوم؟ من أين لك القاطع؟ أولا هو ما قال الشيء، تقول أنا رأيت في المنام كأنه أمير المؤمنين، هذا كأنه ليس بدليل. وثانيا على فرض أن هناك أنه أحسست أنه الإمام، من رآني فقد رآني فسر بمعنى آخر، يقول من رآني فقد رآني، من رأى النبي في اليقظة علم ملامح النبي، رأى شكل النبي ثم رآه في المنام. نعم، الشيطان لا يتمثل بالنبي. أما إنسان يرى وجها نورانيا أنه هو النبي بأي دليل؟ أنا لا أقطع لا بالوجود ولا بالعدم. إنسان في النهار عاصي لاهي يرى في الليل منام أحد المعصومين، هذا قد يغش، يقول أنا يبدو معصيتي هذه ليست مهمة.
هذا رأيته البارحة في المنام على شكل وحش كاسر. هذا أكيد هناك شيء في هذا الإنسان. مؤمن عبد صالح، كل القرائن تدل على إيمانه، هكذا تحكم. والمصيبة أنه لا يحذر، هو يحذر الناس، احذروا فلان. لماذا؟ رأيته في المنام. يا له من منام شيطاني سخيف. إياك وإياك أن تحكم على إنسان بمجرد منام رأيت. هذا من قلة العقل. أنا لو رأيت إنسان في قمة الزهد والتقوى، إذا رأيته يحكم على مناماته لا أقيم له وزنا. من أين هذا الكلام؟ الدليل؟ والعكس، إنسان فاسق فاجر بحسب الظاهر لا يتعامل معه، رأيته في المنام والنور يصعد من رأسه. لا هذا يعول عليه ولا هذا يعول عليه، إنما النجوى من الشيطان. ومن سبل نجوى الشيطان أن يأتيك في المنام. ألا تقول في بعض الحالات: ومن أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام قبل النوم؟ على كل، هذه بعض آداب المنام، أجارنا الله تعالى وإياكم من سوء المنقلب ومن شرور أنفسنا. اللهم أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.